بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد جدا بوجودي في الغربيه، وانا اساسا من مكان مجاور ليكم هنا على طول. بلد ابويا هي كنيسه النهريه، مركز الفاي بارود البحيره، نعدي كوبري كفر السياد من التوفيقيه ونخش يمين، يعني احنا هنا جيران. وخليني اقول حاجه، ان انا ابويا الله يرحمه كان بيدرس هنا في طنطا، كانوا كل بتوع التوفيقيه وبييجوا يدرسوا هنا. فانا بيني وبين اهل الغربيه ود، كليه طب طنطا غالي عليا جدا، باجي هنا دايما امتحن الدكاتره في الدكتوراه بتاع جراحه العظام في طب طنطا. الشيء الثاني اللي ربنا يعني انعم عليا بيه في خلال الا بيخش عندي مكتبي هي اللي داخل بيته، وانا بحس هذا الشعور كلهم، يعني غير بعض النواب في بعضهم بيبقى فيه قبول والبعض، لكن بتوع الغربيه بلا استثناء ما شاء الله وقفوا معايا وقفه جيده جدا بقانون التامين الصحي، وقفه رجاله فعلا. في عندنا مجموعه من الاطباء دكتور عبد المنعم ودكتور العشورة كانوا في لجنه الصحه، يعني فايترز معايا مقاتلين، وسمير الخولي عمل معانا شغل بشكل جيد. لا يعني ما شاء الله احنا هنا في المحافظه ديت، انا حاسس ان انا في بيتي فعلا. انا هقول حاجه كده، انا يعني عرفت من خلال لقاءاتي اللي فاتت ان في ناس كتير في مصر مش عارفه الدوله ماشيه ازاي، مش عارفه الحكومات والوزارات ماشيه ازاي. فاحنا النهارده بنفتتح مستشفى سبنوت، وانا في مدينه السادات مع سياده الرئيس، قلت ان احنا افتتحنا في وجود سياده الرئيس على مدار السنتين اللي فاتوا 32 مستشفى. 32 مستشفى افتتحهم رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عمله في المرحله الاولى او في الحقبه الاولى. ده واقع حقيقي. وقلت قدام سياده الرئيس نخلص البلد دي من الخطر الداهم اللي هو فيروس. حاجه ثانيه كانت ان احنا نفعل قانون التامين الصحي اللي كان حلم مصر، وانا بقول لن يكون هناك صحه في مصر الا من خلال التامين الصحي، مفيش حاجه ثانيه. التامين الصحي مش بالشكل اللي انتم شايفينه النهارده ابدا، حاجه مختلفه تماما. وعشان يبقى في هذا الكلام لابد ان يكون في تطوير للمستشفيات، تطوير المستشفيات سواء المحافظات اللي داخل فيها التامين الصحي النهارده او اللي داخلها بعد سنتين ثلاثه. فالجيش الجرار للمستشفيات اللي احنا بنفتحها تجهيزا واستعدادا لهذا القادم.